شعور سيء طبعا، ولكن أنا قناعتي أنه دي حرب مفروضة، وهي زي الحرب المؤجلة، لأنه وجود جيشين في أي دولة يعني بيهيئ الأجواء لحرب في أي لحظة. فيبدو أنه المعركة دي ده قدر السودانيين أنه يعني يخشوا فيها، ولكن أتمنى أنه يعني تكون حرب قصيرة، وأنه الجيش يقدر يعني يعيد الأمور إلى نصابها. فده تراكم بتاع أخطاء طويلة لسنين طويلة، ويبدو أنه الجيل الموجود الآن في السودان يعني قدروا أنه يدفع ثمن الأخطاء دي. الناس كانت خايفة وإحنا كنا طبعاً خايفين أكتر، يعني الزول القاعد هنا بيكون شايل هم الناس اللي هناك، إنه يعني إحساس الخوف اللي هم عايشينه. حرب دي حاجة كبيرة شديد، يعني كانت أكبر من تخيلاتنا إنه تقوم حرب في السودان، وإنه الناس تكون ما مطمئنة وما في أمان في البلد يعني. فنحن أكثر حاجة ممكن يتمناها أي زول في سوداني يعني، وأي زول في الوطن العربي، إنه الحرب تقيف يعني، والناس توصل لحتة بتاعت تفاوض أو أي حاجة. المهم إنه المتضرر الوحيد في الحاجات دي هو المواطن نفسه يعني. في ناس بتحمل الجنسية الأمريكية البريطانية الفرنسية، يعني معظم الناس طلعت كلها طبعا الغاهرة، البقعد يومين ثلاثة هم على طول شنو يطلع. وفي ناس طبعا جاية زي ما بيقولوا جاية طبعا تقعد هنا تستقر لحد ما الوضع في السودان يستقر، الناس ترجع.